بنكمل معكم في الدواء الزائدة. هي مجموعة دواء لها نفس الاسم تختلف في نوع المستقبل للدالة، هذا الصحيح عدد عشري إلى آخره، لذلك المترجم يستدعي الدالة التي لها نفس النوع من المتغير أو الأقرب. بالمختصر الشديد، لما يكون عندنا مجموعة من الفنكشن إلهم نفس الاسم بس البراميتر يلي جوا كل فانكشن تختلف عن الثاني، مثلا فانكشن فيه باراميتر من نوع انتجر، فانكشن الثاني فيه باراميتر من نوع فلوت، فانكشن الثالث فيه باراميتر من نوع مثلا دبل، فانكشن مثلا الرابع فيه باراميتر من نوع مثلا char. بالتالي لما نستدعي هذا الفانكشن جوا الفويد مين او جوا يعني الفانكشن الرئيسي، ايش بعمل؟ اي واحد منهم باخذ، لانه اي واحد باخذ منهم باخذ يلي مثلا احنا حطينا سيبنا في البراميتر مثلا قيمة مثلا انتجر، فبالتالي بروح للفانكشن يلي فيه باراميتر انتجر، اذا كانت فلوت بروح للفانكشن يلي فيه باراميتر فلوت، وهكذا. يعني خلينا ناخذ المثال مشان تتوضح الصورة اكثر بالنسبة لكم. المثال طبعا هو بسيط، عندنا زي ما انتم شايفين عندنا هنا عندنا ثلاثة فانكشن نفس الاسم operation، عندنا الباراميتر للأول في عندنا integer وانتجر، والثاني في عندنا float وانتجر، والثالث في عندنا float وفلوت، يعني نفس الاسم بس الباراميتر يلي جواتهم تختلف. بالتالي إذا استدعيناهم جوا void main أي واحد بيختار، بيختار زي ما حكيت لكم حسب القيمة يلي بنحطها في البراميتر، إذا كانت انتجر فبالتالي بروح على الفانكشن يلي فيه باراميتر انتجر. يعني بالمختصر زي ما أنتم شايفين انتجر A تساوي 3 و B تساوي 2، عرفنا متغير A و B 1 3 1 2، وعرفنا متغير C و D 1 2 ونص و 1 4 ونص. إذا استدعينا الأول في جملة سي أوت وكانت الـ A والـ B انتجر، الـ A والـ B احنا عرفناه انتجر، فبالتالي بروح للفانكشن يلي فيه انتجر، فبالتالي هنا انتجر وهنا انتجر، فبالتالي راح يضرب الرقمين في بعض، فبالتالي قيمتهم 3 ضرب 2 راح يطلع معنا قيمة 6. لو طبقنا قيمة الـ سي أوت الثاني الـ operation C و D اللي هم من نوع float، فبالتالي بروح على الفانكشن اوبريشن بس من النوع فلوت فلوت، فبالتالي لما يكون عندنا باراميتر فلوت فلوت هون باخذهم وبقسم القيمتين على بعض. طيب لو رحنا على الجمل الثالثة فيها اوبريشن واحد من نوع فلوت والثاني من نوع انتجر، فبالتالي بروح للفانكشن يلي فيه فلوت وانتجر بالترتيب بفلوت وانتجر، فبالتالي بجمع القيمتين مع بعض وبرجع نفس القيمة الجمع. يعني شغلة بسيطة، خلينا نجرب نشغل البرنامج. زي ما انتم شايفين اول واحدة فيها انتجر وانتجر، فبالتالي بيجي هون بضرب القيمتين مع بعض 3 ضرب 2 6. طيب الثاني فيه فلوت وفلوت، فبالتالي بروح على اللي فيه فلوت وفلوت اللي هو 2.5 و 4.5، بالتالي الفلوت وفلوت 2.5 تقسيم 4.5، فبالتالي 0.5556. طيب الثالثة فيها فلوت وفيها انتجر، فبالتالي بيجي على اللي فيها ميكس يلي فيها فلوت ويلي فيها انتجر، فبالتالي بجمع ثلاثة اللي هي سي اللي هي 2.5 زائد 3 اللي هي 2.5 زائد 3، بالتالي بعطينا قيمة 5.5 اللي هي هون ناتج الريتيرن جمعها. يعني الشغلة بسيطة جدا، بس انه اذا واجهتكم هاي المشكلة خلال يعني خلال البرمجة ممكن يعني تسموا مثلا ثلاثة مثلا او مجموعة من الفانكشن نفس الاسم مثلا بس الباراميتر مختلفات، فبالتالي بتريحوا حالكم انكم يعني تستخدموا اكثر من مسمى.
في مثلا في الفانكشن، بدل ما اسميه اوبريشن مثلا 1 اوبريشن 2 اوبريشن 3 مسميهم نفس الشيء، بس بغير الباراميتر، وكل مره مثلا بدي اعوض مثلا في الباراميتر انتجر، بدي استخدم الفانكشن في انتجر بعوض في الباراميتر انتجر وهكذا. طيب خلينا ننتقل لشغلة مهمة جدا، وهي الشغلة الأصعب تقريبا، التي تعتبر من أصعب الشغلات في لغة C++، اللي هي Recursive Function، أو ما يدعى باستدعاء الدالة لنفسها. طيب الصيغة، نخش على الصيغة العامة للـ Recursive Function. Recursive Function هو Function عالي، زي ما أنتم شايفين في عنا Type، النيم والباراميتر والستيتمنت، وبالتالي في عنا ريتيرن. بس الشغلة يلي بتميزه عن الفانكشن العادي انه هون بيستدعي نفسه، يعني هون الريتيرن بيرجع بيستدعي نفسه، بكتب يعني الفانكشن نفسه نفس الاسم والباراميتر والباراميتر 2، فبالتالي هون عنا بيستدعي نفسه، وهذا الاشي بيعمل لك تداخلات ولوبس جوا الفانكشن، فبالتالي ممكن يعمل شغلات معقدة يعني. بس ممكن الاستفادة منه طبعا في شغلات مثلا تستخدمه بدلا من استخدام مثلا الفور لوب، ممكن نستخدم فانكشن بدل ما نستخدم الفور لوب، هاي احدى استخداماته مثلا. الاستخدامات كثيرة طبعا، بس يعني انا راح اشرح لكم على هاي الشغلة انه كيف بيعمل لوب. طيب خلينا نخش في مثال مشان نشرح بالضبط كيف عملية اللي هي استدعاء الدالة لنفسها. المثال اللي راح أعطيكم إياه هو عبارة عن مثال حساب، يعني اللي هو رقم مرفوع لأس، مثلا 5 مرفوع لأس 2، أو 6 مرفوع لأس مثلا 10 لآخره. في المثال هذا راح نحسب عن طريق الريكيرسيف فانكشن كيف نرفع ثلاثة أس ثلاث عفوا ثلاث أس ثلاث في ال في شو اسمه في لغة السي بلس بلس باستخدام الريكيرسيف فانكشن بدلا من استخدام الفور لوب أو الوايل مثلا، أو بدلا من استخدام الدو وايل. طيب خلينا ننقل بس المثال. طيب عندنا المثال زي ما انتم شايفين، في عندنا ريكيرسيف فانكشن اسمه باور، في عندنا باراميتر اكس وباراميتر ان. طيب وعندنا هنا في عندنا تشيك، اذا كان الان اكبر من صفر بعدين بيعمل ريتيرن عفوا بيعمل ريتيرن لنفسه، اللي هو بيعمل ريتيرن للاكس، قيمه الاكس مضروبة في نفسها، بعمل ريتيرن لقيمة الاكس مضروبة في نفسها، بس هون الان ناقص واحد، يعني الان في كل مرة تنقص واحد. اذا كان طبعا اذا ما تحقق الشرط فبالتالي برجع قيمة واحد. طيب خلينا نروح على الفويد مين. الفويد مين بيعمل عملية طباعة بسيطة للباور 3-3، يعني بيستدعي الفانكشن قيمة الفانكشن باور، بيحط وبيسيب بالباراميتر x قيمة 3 والباراميتر n بيسيب فيها قيمة 3. طيب هون 3 وهون 3، خلينا نتبع العملية. الآن تساوي 3، هل الثلاث أكبر من الصفر؟ نعم، فبالتالي بيعمل return. الإكس هنا 3 والباور هنا الإكس هنا 3 فيه، والآن ناقص 1، 3 ناقص 1 2، فبالتالي بيستدعي نفسه مرة ثانية. بس بإيش بيستدعي نفسه؟ بيستدعي نفسه مرة ثانية بسيف بالإكس هون 3 نفس ما هي، بس الآن هون بتنقص 1،
يعني الان كم بتصير؟ 2. فبالتالي بنعمل تشيك مره ثانيه، هل 2 اكبر من 0؟ نعم. بالتالي بعمل ريتيرن مره اخرى، اللي اكس ظلت تثابت 3 مضروبه في قيمه الفانكشن المستدعى مره اخرى في هنا، اللي هي نسيب باراميتر اللي هو 3 في الباراميتر هنا اكس، والاثنين ناقص 1 اللي هي 1، الان بصير تسيب فيها مقدار 1. نعمل مرة ثانية، نخش على الباور هو الفانكشن، هل 1 أكبر من 0؟ نعم. فبالتالي بعمل ريتيرن، الإكس بتظلها زي ما هي لأنه ما في أي عملية غيرت على الإكس. 3 ضرب استدعاء الفانكشن لنفسه اللي هنا الإكس صارت 3، هي نفسها 3، فبالتالي بسيب بالإكس 3. والآن كانت 1 وصارت 1 ناقص 1 0، فبالتالي الآن اللي هون صارت 0. بالتالي برد وبرجع بيخش على الفانكشن مرة ثانية، هل الصفر أكبر من الصفر؟ لا، إذن بروح على الإلس، فبالتالي برجع قيمة 1. ومن خلال هاي القيمة اللي هي ريتيرن 1 أو أي قيمة ثابتة، من خلالها بنقدر نحل الريكيرسيف فانكشن، نقدر نتبعه بالضبط. كيف؟ هسه راح أحكي لكم من خلال الجدول يلي عملته. عملت جدول مشان سهل عملية التتبع. الجدول زي ما انتم شايفين، في عنا قيمة الاكس وقيمة الان، وعنا الريزلت النواتج يلي راح تنتج عنا. يعني اذا شغلنا البرنامج راح يطلع عنا قيمة 27، لانه 3 اس 3 تساوي 27 زي ما انتم شايفين 27. بالتالي القيمة النهائية يلي احنا راح نتبعها لازم تكون قيمتها 27. طيب خلينا نتبع حبة حبة. حنا هنا الاكس اول ما خشينا حكينا 3 و3، سيبنا فيه مقدار الاكس 3 والان 3. طيب بيجي هون، هل 3 اكبر من 0؟ نعم. بالتالي بعمل ريتيرن، بيجي على الريتيرن بعمل 3 ضرب، بالتالي نكتب 3 ضرب. طيب القيمة هاي اللي هي باور للإكس وان ناقص 1 احنا مش عارفينها، لانه هاي استدعاء الفانكشن لنفسه، راح يضلوا يستدعي نفسه لعدة مرات. طب احنا مش عارفينها، فبالتالي ايش نعمل؟ اتركوها فاضي، ننتقل على بعديها. هنا زي ما حكيت لكم استدعى نفسه مرة ثانية، الإكس ظلتها 3، بالتالي بسيف هنا 3، والأن ناقص 1 3 ناقص 1 2، فبالتالي الأن بتسيف فيها 2. فبالتالي احنا ننتقل لما تكون الإكس 3 والأن 2. فبالتالي هل الاثنين أكبر من الصفر؟ نعم. فبالتالي بعمل ريتيرن مرة أخرى للإكس، الإكس كم قيمتها؟ 3، تالي 3 ضرب. طيب إحنا هاي القيمة كمان نفس الإشي مش عارفينها، فبالتالي بنتركها فاضي، يعني هون نتركها فاضي، ننتقل على بعديها. طيب الإكس هون 3، بالتالي بتسيف هون 3، والأن ناقص 1 اللي هي 2 ناقص 1 اللي هي 1، تسيف بالأن 1. بالتالي هل الواحد أكبر من الصفر؟ نعم. بالتالي بعمل ريتيرن مرة أخرى لنفسه، بالتالي الإكس كم هنا؟ 3. فبالتالي هنا نحط 3 ضرب، إحنا إشي مش عارفينه اللي هو الباور اللي هي استدعاء الفانكشن لنفسه. طيب الإكس هنا كم؟ 3، فبالتالي بيسيف هنا 3. طيب هسا الآن كانت 1 والان والواحد ناقص 1 0، فبالتالي الان صارت 0. فبالتالي بخش على الفانكشن، هل الصفر اكبر من الصفر؟ لا، اذا برجع ايش؟ برجع على 1. فبالتالي هنا بعطينا قيمه 1
تمام. القيمة يلي برجعنها فيها رقم ثابت، بالتالي احنا بنستخدمها مشان نطلع في منها باقي القيم، راح تكون كالشكل التالي، هنا واحد وهنا راح تصير واحد، ثلاث ضرب واحد بالتالي ثلاث، راح تيجي هنا ثلاث، وثلاث ضرب ثلاث تسعة، فبالتالي هنا تسعة، وتسعة ضرب ثلاث فبالتالي هنا بتساوي 27. يعني زي ما انتم شايفين عملية عكسية، راح نبلش من الأسفل إلى الأعلى، وهذا أسهل إشي ممكن تعملوه لما يكون صير لما يتواجهكم مشكلة بالريكيرسيف فانكشن، أو لما الدالة تستدعي نفسها أو الفانكشن يستدعي نفسه. يعني أنا حاولت أبسط لكم الموضوع بهذا الشكل مشان تفهموا يعني بصورة أبسط وأسهل. نأخذ مثال ثاني مشان ترسخ المعلومة أكثر في أدمغتنا. نأخذ مثال ثاني، طيب المثال هذا عبارة عن بجيب مضروب الأرقام، مثلا مضروب الثلاث اللي هو ثلاث ضرب اثنين ضرب الواحد يساوي ستة، مثلا مضروب الخمسة خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد وإلى آخره. طيب مضروب الثلاث هنا كم يساوي؟ ستة. لو شغلنا البرنامج راح يعطينا رقم ستة، فبالتالي لازم مضروب الثلاث أو ناتج تتبعنا للبرنامج الحالي لازم يكون الناتج النهائي ستة. طيب خلينا نتبع، عندنا بالفويد مين سي اوت فاكت ثلاث، بالتالي عندنا باراميتر واحد سيبنا فيه قيمة ثلاث، فبالتالي بيخش على الفانكشن، هل الثلاث أكبر من واحد؟ نعم، فبالتالي بيعمل ريتيرن، ريتيرن للإكس ضرب الفاكت ضرب نفسه، ثلاث ضرب نفسه، بالتالي خلينا نرجع للجدول يلي عملته، عندي الثلاث، بالتالي الإكس كم تساوي ثلاث؟ ضرب نفسه، ثلاث ضرب نفسه أو يعني استدعاء نفسه، بس هون الإكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد. طيب ثلاثة ناقص واحد اثنين، فبالتالي هون بيسيف اثنين، بالتالي هل اثنين أكبر من واحد؟ نعم، إذا برجع الريتيرن ثلاث ضرب إشي إحنا مش عارفين، بالتالي لما تكون الإكس اثنين بالتالي ثلاث ضرب إشي إحنا مش عارفينه. طيب بعدين هون بتكون اثنين ناقص واحد فبالتالي واحد، فبالتالي بيجي على الفانكشن هون بصير واحد الباراميتر اكس، بالتالي هل الواحد اكبر من واحد؟ لا، اذا بروح على الالس بصير على الريتيرن بصير واحد، بالتالي لما تكون واحد يكون عندنا الريتيرن واحد، ومن خلالها نعتبرها نقطة بداية لحل الريكيرسيف فانكشن، بتسهل علينا جدا لما نحلها بشكل عكسي، يعني بتصير هنا واحد فبالتالي هنا بتصير واحد، بالتالي ثلاث ضرب واحد ثلاث، فبالتالي هنا ثلاث، فبالتالي ثلاث ضرب ثلاث تساوي تسعة، بالتالي الناتج النهائي آسف هنا اثنين، هنا بتصير ستة. ليش هنا اثنين؟ لأنه هون نقصناها بمقدار واحد، فبالتالي القيمة اللي هون راح تكون ناقصة، يعني ثلاث ضرب ثلاث واثنين ضرب واحد، ثلاث ضرب هون اثنين راح تكون، لأنتم زي ما أنتم ملاحظين في عنا هون هون الإكس مضروبة في قيمة أقل منها بمقدار واحد، وهون عنا ثلاث ضرب قيمة أقل منها مقدار واحد، وهنا اثنين ضرب قيمة أقل من مقدار واحد، هنا نفس الإشي لما نوصل عند الريتيرن واحد تكون قيمة الريتيرن واحد،
التالي منحنى بشكل عكسي. هنا واحد بالتالي واحد، بالتالي واحد ضرب اثنين اثنين، فبالتالي هنا اثنين، بالتالي ثلاث ضرب اثنين، بالتالي ستة. بالتالي مضروب الرقم ثلاث يساوي ستة. هيك نكون كملنا درسنا لليوم. أي ملاحظات بالنسبة لكم اكتبوا لي على الكومنت، وإن شاء الله بقدر أساعدكم فيما يخص مواضيع دورة السي بلس بلس. بتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك وشير للفيديو، بتمنى تدعمونا بقدر كبير مشان نكمل معكم إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.